الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. كتاب سنن ابن ماجة كتاب الأطعمة باب النهي أن يقام على الطعام حتى يرفع وأن يكف يده حتى يفرغ القول. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن الذكوان الدمشقي إمام المسجد الجامع قال حاتم الرازي صدوق ذكر ابن حبان في الثقات مقدم في الخلاص. قال حدثنا الوليد بن مسلم من ثقات الأزلات من أساطين أهل الشام لكنه يدلس تدليس تسوية وعن عن هنا وهنا قد عن منير بن الزبير الشامي أبو ذر الأردني في ضعف عن مكحول الشامي القرشي مولاهم من ثقات الأزلات والجماعة عن عائشة رضي الله عنها وضعها من السبع المكسرين بل هي أعلم النساء على الأمين ومن السبع المكسرين على النبي الأمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام على عن الطعام حتى يرفع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم وليعذر فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. جزاك الله خيرا. هذه الأداب أيضا من جملة الأداب التي أدبنا بها ننتهي الأول من عبد الرحمن. هذه الأداب التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام. ما زلنا نتكلم عن أداب الطعام وهذا فضل الله يؤتي ما يشاء. هذه الشريعة الغراء ما تركت شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت عليه وإلا وسعت المدارك لها وإلا أظهرت كيف أن الله جل وعلا رعايته بهذه الأمة وتفضيله لهذه الأمة وأن الله فضل هذه الأمة على جميع الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. الأدب هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. هذا ليس فيه أثر صحيح. هذا حديث ضعيف جدا وحديث اللي بعده حديث ضعيف جدا. فليس فيها ثمة حديث صحيح في هذا الباب أنه لا يقام. أبو بكر كان مع النبي وقدموا الطعام لأضيافه وإن كانوا قالوا لا حتى يأتي فعزم عليه فأكل ويأكل صاحب الطعام فإن قام فلا شيء. الكلفة هلك المتنطعون إلا أن يكون الوحش لهم عندما يقوم وأن هذا يجعلهم يستحون فلا يأكلون. فإن كان فإنه من الأدب أن تكون بجانبه وأن تكلمه ويأكل وتتصنع أنك تأكل. وهذا من فعل الأنصار. الرجل ومرأته لما وضع الطعام الذي عندهم للرجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يصطنعون بالعمل أنهم يأكلون معه. ولذلك قيل إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم ويعذر فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. أيضا هذه علة ظاهرة الآن يعني حديث ضعيف جدا. هذه علة ظاهرة في من جلس على مائدة وإن كان صاحب البيت ألا يقوم حتى يقوم الضيف. هذه من أداب الطعام بأن المرأة إذا كان عنده أضياف فلا يأكلن بنهم فينهي الطعام سريعا ويريد أن يقوم. الذي يتباطأ في الطعام ما استطيع أن يصل إلى حاجته. ولذلك قلنا هذا التأسي بهذا من الأداب العظيمة في هذا الباب وهو على الاستحباب. الاستحباب أنهم لو جلسوا يأكلون يعتنون بالطعام فلا ترفع أيديهم عن الطعام حتى ينتهي الضيف. وهذه مراعاة الغيظ وفيها أيضا إصلاح الغيظ وفيها الإحسان للغيظ. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المحسنين. الفائدة المستنبطة: مراعاة الغير في كل خير. جواز الحيل الشرعية
جواز الحيل الشرعية. طبعا من وين هذه تنتزع؟ قال ولا يرفع يده وانشبع حتى أفرغ القوم وليعذر، فإن رجل يخجل جليسه فيقبض يده، فلعله يتصنع أمامه بالطعام، فهذه حيلة شرعية من أجل يبقى على الطعام. جواز الأكل على الأخوان، قال حتى ترفع المائدة، وهي واسعة، ممكن تكون خوان ممكن تكون على النطع على الأرض، لكن فيها الجواز. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.